دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة المنوفية، هنشوف أحدث فروع البنك الأهلي المصري. طبعا الفروع بأكملها مطورة وتتماشى مع تكلفات البنك المركزي المصري بتحقيق الشمول المالي. وكان معانا في هذه الزيارة السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، خليكم معانا. البنك الأهلي المصري أضخم بنوكنا الوطنية، حالياً بينفذ أكبر خطة في تاريخه لافتتاح سلسلة فروع جديدة مطورة بمعدل فرع وربع كل أسبوع، وتطوير القائم فعلياً وتحديثه وتزويده بأحدث النظم المصرفية. يعني بننشئ فروع جديدة ونطور اللي في الأساس متطور، لأن حركة التحديث مستمرة على مستوى الفروع البالغ عددها حوالي 600 منشأة على مستوى الجمهورية لغاية النهاردة. وطبعاً الهدف هو تقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى لحوالي 17 مليون عميل للبنك الأهلي المصري، من إجمالي 25 مليون عميل لغاية النهاردة للقطاع المصرفي المصري. ولأن أساس التطوير هو العنصر البشري، جميع العاملين في فروع البنك الأهلي المصري وعددهم 17 ألف موظف خضعوا لتدريبات عظيمة ومكثفة على الخدمات المصرفية الجديدة. وخلي بال حضراتكم، فروع كتير للبنك الأهلي المصري بيديرها عدد من الشباب المتخصصين اللي يفرحوا بجد، من أول مدير الفروع مروراً بالاستقبال وخدمة العملاء وانتهاءً بالموظفين اللي بيتعاملوا مباشرةً مع عملاء البنك الأهلي المصري. الجدعان كان شاهد على افتتاح أحدث الفروع الإلكترونية المطورة في المنوفية بالبر الشرقي في شبين الكوم مع السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري. وبجد الديكورات مميزة والألوان مريحة والمساحة مهولة والاحتياطات مشددة لمواجهة ومحاصرة فيروس الكورونا ومنع انتشاره، والخدمات المصرفية متعددة ومتميزة وعلى أعلى مستوى بهدف تنفيذ تكلفات البنك المركزي المصري بتحقيق الشمول المالي. تعالوا في البداية نقابل السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، وبعدها نقابل ولادنا من قيادات أحدث فروع البنك الأهلي المصري فرع البر الشرقي في شبين الكوم بالمنوفية. فرع روعة، الشباب كلهم أوائل كليات، شباب صغيرين، مدير الفرع 34 سنة، حاجة تفرح. التطوير قايم على أي أسس وضوابط؟ المشوار ابتدى من 2008-2009، التطور وخطة التطوير ولغاية النهاردة ماشية بخطى ثابتة، ودي هتستمر، لأنه خلينا نقول الحاجة الوحيدة الثابتة هو التغيير. ما تقول لنا بالأرقام، عندنا كم فرع النهاردة وكم فرع بيتطور وكم فرع جاري تطويره؟ احنا 17 مليون عميل، وصلنا 5000 مكنة ATM، وصلنا 300 ألف مكنة POS أو نقطة بيع مباشر، عندنا 6 مليون مشترك في الأهلي نت، عندنا 1.7 مليون محفظة إلكترونية، عندنا بنفتح في السنة من 55 ل60 فرع، وعندنا خطة توسعية ان احنا الستين فرع دول يوصلوا ل75، لان الانتشار بالفروع لن يتوقف. فانا لازم النهاردة اتواجد بفرع يبقى فيه موظفين مؤهلين ومدربين على اعلى مستوى، انهم يستوعبوا المواطن بجميع شرايحه، بحيث ان انا ااهله انه يبتدي يتعامل مع هذه القنوات، فبالتالي ابقى كسبته في الشمول المالي ودخلته تحول رقم. خلال لقائنا مع السيد ايمن جمجوم رئيس مجموعه الفروع بالبنك الاهلي المصري، اتكلمنا عن محفظه البنك من قروض المشروعات الصغيره والمتوسطه للقطاعات المتخصصه في اخر 5 شهور، يعني بدايه من النص الثاني لعام 2021، وقال انها بلغت 8 مليارات جنيه لحوالي 11 ألف عميل، وخاصه في القطاع الزراعي والانتاج الحيواني. وفوجئ وهو بيراجع الأرقام في اليوم اللي قبل اللقاء مباشرة لغاية اللحظة اللي احنا كنا قدام حضراتكم فيها، إنها زادت 200 مليون جنيه
يعني الإجمالي ارتفع ل 8 مليار و 200 مليون جنيه في أقل من 24 ساعة. وخلي بال حضراتكم دورة المنح لا تتجاوز أسبوع واحد. ليه فكر الشمول المالي؟ عشان ما حدش يقاومه. احنا محتاجين المواطن يفهم عشان ما يقولش لا ده عايزين يعرفوا عني كل حاجة، ده عايزين يخلوا حسابات كلها جوه. يا سيدي احنا عايزين نساعدك، عايزين نخدمك، لازم نشوفك عشان نعرف تخدمك. كل فرد في المجتمع بيخش جوه المنظومة المصرفية له تأثير مباشر على الاقتصاد القومي. صحيح. لأن النهاردة لما بنقول إن جوه المنظومة الرسمية 7 تريليون هو الدخل القومي، النهاردة في زيهم الاقتصاد الموازي حوالي 7 تريليون تانيين. شيء مهول. كل دول بيتعاملوا خارج المنظومة المصرفية، فلك أن تتخيل إن 7 تريليون دول لو دخلوا جوه المنظومة المصرفية إزاي هتأثر في دعم الاقتصاد وفي دعم التنمية أو مرحلة التنمية اللي احنا شغالين فيهم بمساعدتهم هم. لأن أنا لما النهاردة بيأهل نفسه ويخش جوه، أنا ك ك ك ك كبنك أنا بدعم كل مشروع قائم سواء معدل الدوران فيه 1000 جنيه في الشهر. يعني كان الأول احنا بندعم ده من خلال الجمعيات، احنا عملنا منظومة اسمها البيزنس بانكينج. البيزنس بانكينج بالعربي يعني مشروع تمويل الأعمال. مشروع تمويل الأعمال ده احنا بناخد العميل سواء عميل صغير، مشروع جديد لسه بيبدأ، شاب من الشباب عنده فكرة، بناخد هذه الشريحة نبتدي ندعمها، بنراقبها وبنتابعها وبنحاول نركبها جوه المنظومة السلسلة نفسها بتاعت الأعمال، فبيبتدي صغير ويبتدي نضيف عليه شوية بشوية لغاية ما بيكبر. وفي النهاردة خلينا نقول بيخش الفروع وناس دخلت الفروع من 3-4 سنين أو دخلت المنظومة الائتمانية صغيرة، النهاردة احنا ما شاء الله بنتكلم عندهم مصانع.